أهلا بيكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. عودة زوجات النجوم إلى الغناء مرة أخرى. شهدت الفترة الأخيرة عودة عدد من زوجات المطربين إلى الغناء مرة أخرى بعد توقف لفترة كبيرة، وتعددت الأسباب التي دفعت كل واحدة لاتخاذ هذا القرار، لكن قرار العودة مرة أخرى من خلال تقديم أغاني سينجل أو فيديوهات أو حفلات. أولهم بسمة بوسيل. كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني عن تفاصيل عمل فني يجمعها بزوجها خلال الفترة المقبلة على أن يتم إصداره قريبا، إلا أن من ضمن الأهداف تقديم أغنية لأبنائها. والتانية كانت الفنانة نريمان. كشفت الفنانة نريمان زوجة الفنان رامي جمال عن عودتها للغناء بعد أن قررت الاعتزال عقب زواجها من خلال دويتو مع زوجها رامي بعنوان مش ملاحظ حاجة، وهي من كلمات أحمد الملكي وألحان رامي جمال. وتالت فنانة أميرة فراج. تستعد الإعلامية والفنانة أميرة فراج زوجة المطرب أحمد فهمي لطرح أغنية على طريقة السينجل تحمل اسم أصعب تجربة من كلمات جمال الخولي وتوزيع محمد عاشي وألحان محمد خلف، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. وقالت أميرة في تصريحات خاصة إنها عادت إلى الغناء من حوالي 5 سنوات وتعاونت مع فريق أيامنا الحلوة وكورال الأطفال مع الموسيقار سليم سحاب وفرقة بنات النيل، ثم توقفت مشيرة لأنها تحيي حفلا غنائيا بمفردها اليوم الأحد. والفنانة اللي بعد كده جويرية. يتعاون الفنان حميد الشاعري مع المطربة جويرية وهي زوجة الموزع طارق عبد الجابر، وذلك في أغنية جديدة تحمل الطابع الرومانسي، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حبيب ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع الكابو الجديد. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار.